في الفيديو ده انا هتكلم عن الكومبريهنسيف والكوليجن كفرج. الكومبريهنسيف كفرج ده اللي هو اي حاجه تحصل للعربيه وهي واقفه، زي ايه؟ زي مثلا الثفت اللي هو السرقه، ركنت العربيه والعربيه اتسرقت، او in case of fire حصل حريقه، او الفانداليزم. الفانداليزم دي اللي هي اعمال التخريب، او الفولينج اوبجكت، انا راكن العربيه وشجره وقعت عليها او طوبه وقعت عليها. ده بيبقى الحاجات دي متغطيه في الاوتو انشورنس بوليسي بتاعتي تحت كلمه الكومبريهنسيف كفرج. ده غير الكوليجن كفرج. الكوليجن كفرج ده باختصار هو في حاله الاكسيدنت، يعني انا سايق العربيه وخبطت في عربيه تانية، ده هنا اسمه كوليجن كفرج.